السيد المدير ديال الثانوي الاعدادي مولاي رشيد، انتم اليوم في اطار القافله اللي كتنظمها وزاره التربيه الوطنيه من اجل ارجاع تلاميذ اقل من 15 سنه لمتابعه الدراسه، كرجنا كتزوروا قصور المجاوره لايت عثمان. شنو يعني السبب ديال هذه الزياره ديالكم؟ شنو السبب يعني الاسباب والاهداف ديال هذه الزياره ديالكم الميدانيه لهاد القصور بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار تشجيع التندرس والحد من ظاهره الهدر المدرسي، كنقوم اليوم بجوله وقافله لاقناع الاباء والاولياء ديال التلاميذ والخطوره ديال عدم الالتحاق ديالهم بالمؤسسه التعليميه، نظرا للبعد ديال المؤسسه ووجود داخليه بالمؤسسه. كنقنعوا هاد الناس باش يجيو ويلتحقوا ولادهم، يعني ونشجعوهم على التمرس. شنو يعني بحكم انه عندكم القسم الداخلي ديال 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 الاناث بالضبط، شنو ممكن يقدم القسم الداخلي يعني في المساهمه ديال هاد الناس انهم تقنعوهم يرجعوا هاد البنيات بالخصوص يعني الفئه ديال الاناث انهم يرجعوا للمؤسسه؟ كيتبين لنا داخل المؤسسة على أن الإناث بالخصوص في هذه المناطق هي ما كتلتحقش بالقسم الداخلي، رغم أن نيابة وزارة التربية الوطنية وفرات المنح لهذه الفئة، وبالتالي ما كيلتحقوش بالمؤسسة التعليمية. لذا قمنا بهذه الحملة ولإقناع الآباء بإلحاق أبناء ديالهم الى الداخليه وكذلك لمتابعه درجاتهم للمؤسسه التعليميه التي هي ثانويه بن رشيد الاعداديه برشيديه، نظرا لكون هذه القصور تبعد عن المؤسسه باكثر من 32 كيلومتر. شكرا استاذ كممثل ديال جمعيه اباء واولياء ديال التلاميذ، يعني كعضو كذلك في هذه اللجنه ديال ارجاع التلميذات المنفصلات عن الدراسه، ماذا يمكن ان تقدم جمعيتكم يعني لهذا الفئة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كنشكر السيد المدير أساسا على الشراكة ديالو مع جمعية آباء وأولياء التلاميذ، اللي دائما كنوجدوا المساعدة الإدارية وكذلك التطوع في أعمال هذه الجمعية. إذا الدور ديالها بطبيعة الحال من خلال استمارات خلال سنوات متعددة اكتشفنا بان الاباء عندهم واحد النوع ديال الضعف اللي كيكونوا دائما في حاجه لدعم ابنائهم من حيث الادوات المدرسيه وكذلك مسائل الخاصه بالنقل وغيرها. اذا في هذا الاطار اللي هو عمليه قافله لهذه السنه، فجمعيه اباء واولياء التلاميذ كتوفر الدعم الخاص بالادوات المدرسيه وكذلك الدعم النفسي والمشاركة في إقناع آباء وأولياء التلاميذ بإرجاع هاد الأبناء ديالنا للقضاء على الهدر المدرسي ودعم خاصة الفتاة القروية. شكرا. كأب ديال واحد التلميذة من التلميذات اللي انقطعوا عن الدراسة، ممكن تقول لنا شنو هي الأسباب اللي كتخليكم انتم أنكم تمنعوا يعني البنتات ديالكم أنهم يلتحقوا للمؤسسة التعليمية ديالهم اللي كتبعد تقريبا بحوالي 32 كيلومتر من يعني من القصر ديالكم؟ احنا الاسباب الضعف كاين، اولا ثانيا لو كان عطاونا دابا شي نقل مزدوج ولا شي حاجه باش بدا يديو البنات ويرجعوهم راه يمكن غادي يمشيو يقراو، ولكن دابا البنت كتصيفطها ما عرفتي بات ما عرفتي خرجات ما عرفتي نعسات ما المهم ذاك المشكل احنا عندنا قصر، هذا هو المشكل ديالنا. لو كان عندنا دابا شكون اللي يديهم ويردهم راه غادي كل شيء، حتى وحده حتى شي بنت ما غادي تخرج، ولكن ملي ما كاينش شكون اللي يديهم ويردهم واش تصيفط بنتك دابا لسميتو؟ ما يعطيناش كاع عقلنا باش غادي نصيفطوها لسميتو، ما تعرفي واش جالسه واش خارجه واش ناعسه واش، هذا هو المشكل ديالنا. دابا الحضور ديال السيد المدير ديال المؤسسه والممثل ديال جمعيه الاباء كيقنعوك وكيقول لك بانه راه الظروف ديال القسم الداخلي ومعنا تلميذات كينتهون هذا القسم، واش انت فعلا تغير الراي ديالك انك غادي تخلي البنت ديالك تلتحق بالقسم الداخلي ولا مازال مصمم يعني انك لا سيدي انا مازال غادي نقول لا، مازال انه الشوار دابا
انا بغيت ولكن خصني شوره الا هي بغات غادي ديباني هاد العام وين ما بغاش انا ما عندي ما ندير غير ديباني وصافي ايوا واش غادي الا قالت لي لا واش غادي نرميها بالسيف لا تقنعها ان شاء الله نقنعها ونحاول نقول لها سميتو ولا نقول لها فين تمشي وفين تجلسي ولكن هذاك الشيء كل شيء الحمد لله قلنا لها المدير ديال الجهه جمعيه الاباء وغير المكان ديالها واخا شوف واش بغيت بنيه باش نجي في الحياه وفي الاخره هي وفي الاخره راه خصها تقرا ولكن انا كل شيء غادي نقول لها نعم ولكن الامر هو الشوا الرشوا سميتها غادي نقول لها كل شيء لان الحمد لله دابا هذه الساعه غير دابا الجوار كتقول لها واش بغيت خصها شوا الى بغات ولكن في واحد الوضعيه دابا كنشوفوا راه البنيه مازال عندها اقل من عندها 14 13 سنه هاد 13 سنه مازال ما وصلت واحد القضيه ديال النضج راه في مرحله ديال التكوين هاد المرحله ديال التكوين دابا لا زواجها ولا تقدمها ولا حياتها راه مبنيه على القرايه الا قرات كتكون قادره باش تواجه الحياه والا ما قراتش راه تقدر تخلق لك المشكل وتبقى حياتك كلها وانت تابعها ومن ملي كتقرا وكتعرف